السلام عليكم اخوتي، دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير اختي. غادي نحضر واحد الكيكه وقلت نشاركها معكم. انتو عندي هنايا ثلاثه ديال البيضات. بسم الله على بركه الله. عندي قبصة ديال الملح، غادي ندير ليه 160 غرام ديال السنيدة. اختي غادي ندير ليك الساشيه ديال الفاني. اختي عندي هنايا 300 غرام ديال الدقيق، وعندي هنايا جوج خمارات، ها هما. غادي ندير دوك النواشف كاملين، نحركهم مزيان. نحركهم مزيان تيتجان سوليا. نطرفهم على جنب. وعندي هنا كاسرونه غادي نصب فيها، غادي نخلط ثاني دوك السوائل. عندي 160 غرام 160 سنتيلتر ديال الحليب، وعندي هنايا 160 سنتيلتر ديال الزيت. عندي هنايا 20 غرام ديال العصير حامض. نخلطهم مزيان. من بعد ما حركت السوائل ديالي غادي نطرفهم هنا شويه على جنب. نجيب داك الدقيق وغندير لي واحد المعلقه ديال مبشور ديال الحامضه، مبشور حامضه. وعندي هنايا دوك البيض اللي طربت مع السنيده، غادي نبدا نضيف دابا الدقيق شويه بشويه وكنبدا نحرك. نخلط من اسفل للاعلى. غادي نزيد شويه من دوك
السوائل الحليب والزيت هذا هذاك الشيء يتجانسوا ليا مع بعضياتهم. ندير في الدقيق والزيت خوتي نكمل ونرجع نكمل معاكم. ثم خوتي انا غادي نديرو في هذا المول مول عجيب هو ممكن ديروا في اي مول عندكم هو نجيب خوتي. من بعد ما خويتو في المول غندخل دابا الفران، الفران فيه تمشعلاه على 180 درجة وغادي نرميها في الفران وغنحسب ليها 28 دقيقة حتى 30 دقيقة. خوتي تنكمل نطيبو ونرجعو نكمل معاكم. هانتوما خوتي عندي هنايا جوج بيضات غادي نديرو كلا كريم ديال الباتيسري وعندي السيتول ديال الحليب ونكبو يطيب. نتوما خوتي عندي هنايا السطر ديال الحليب غادي نديرو مع قشور ديال الحامض باش نسم بالحامض. عندي هنايا جوج بيضات غادي ندير فيهم جوج معالق ديال السنيده، جوج معالق حتى ثلاثه على حسب الذوق ديالكم كل كيفاش كيبغي. نفرغ مزيان في جوج معالق ديال النشا غادي نضيف هنايا فاني نبقى نطرب حتى كيجانس ليا الخليط مزيان. ثم خوتي من بعد ما خلطت كل شيء انا درت لي الارزا وغادي نخرج فيه ثم خوتي بعد بدات كتعقد نطفي عليها من بعد ما كدير لي الفقاعات نطفي عليها خليها حتى تبرد. هانتوما خوتي الكيكه ديالي من بعد ما طابت
كتجي بحال هكا. انا دابا غنعمرها بلا كريم لا باتيسري، نوريكم الشكل ديالها، الشكل النهائي ديالها.